هاي سنابل، أنا كتير مبسوط اليوم من المختبر. ارجع أنا وإنتو نلتقي بحلقة جديدة يلي فيها منتعلم إشياء من العلم وإشياء بتفيدنا بحياتنا اليومية. يا سنابل أهلا وسهلا فيكن، واليوم أنا وإنتو رح نتعلم عن موضوع اسمه المحلول، أو بالفرنسي اسمه السوليسيون. ولكي يكون عنا محلول نحن بحاجة لأمرين أساسيين، بحاجة للمادة المذابة والمادة المذيبة. تذكروا هالاسمين، المادة المذابة والمادة المذيبة، وهلأ رح نشوف شو معنيتهم. لحتى ليكون عنا يا سنابل مثل ما قلنا محلول، نحن بحاجة إذن للمادة المذابة. المادة المذابة هي مثلا مثل السكر، وأيضا ممكن تكون الملح. وفي هذه الحالة المادة المذابة هي مادة صلبة، ولكن أيضا يا سنابل المادة المذابة ممكن أن تكون أيضا مادة سائلة، وممكن أيضا أن تكون مادة غازية. وهناك أيضا مثل ما عرفنا يا سنابل المادة المذيبة. في معظم الأحيان المادة المذيبة هي مادة سائلة مثل الماء مثلا. وهلأ يا سنابل خلونا أنا وياكم نشوف كيف منحضر محلول عادي. فإذا أخذنا مثلا بعض الملح ووضعناه في وعاء، هذا بيكون هو المادة المذابة. وإذا أضفنا بعض الماء يلي هو المادة المذيبة، أصبح لدينا يا سنابل محلول مصنوع من الماء ومن الملح. هذا المحلول يا سنابل هو محلول مخفف، وكل ما أضفنا المادة المذابة أكثر وأكثر أصبح لدينا محلول مركز، أي عفوا المادة المذابة هي أكثر من المادة المذيبة، إذن أصبح لدينا محلول مركز. مثلا هيدا الوعاء يلي فيه مي حمراء هو محلول مركز. لحتى لنخفف هذا المحلول المركز، كل ما علينا أن نعمله أن نضيف بعض الماء. وانتبهوا يا سنابل كيف لون الأحمر تدريجيا لح يخف أكثر وأكثر، ولح يصير عنا محلول مخفف، ما عاد محلول مركز. وأيضا يا سنابل إذا أضفنا الكثير من الملح فوق المادة المذيبة لح يصير عنا محلول منسميه محلول مشبع. محلول مشبع أي وصل لدرجة المادة المذابة ما حتدوب داخل الماء، أي قد ما حركنا وقد ما عملنا الملح لن يدوب داخل الماء، وهذا ما يسمى بالمحلول المشبع. إذن يا سنابل هناك ثلاث أمور أيضا يا سنابل بتأثر على عملية الذوبان. أول أمر يؤثر على عملية الذوبان للمادة المذابة داخل المادة المذيبة هو حجم المادة المذابة. إذا أخذنا مثلا الملح الناعم، وإذا أخذنا بعض الملح الخشن، إذن قلنا هولي المادة المذابة، وأضفنا المادة المذيبة أي الماء. انتبهوا يا سنابل بتلاحظوا أنه الملح الناعم ذاب قبل الملح الخشن. ليش؟ لأنه حجم الملح الناعم هو أصغر من حجم الملح الخشن. إذن حجم المادة المذابة يؤثر على عملية الذوبان. وهناك أمر ثاني أيضا يا سنابل يؤثر على عملية الذوبان يلي هو عملية التحريك. إذا أخذنا نفس هذا المحلول وحركنا، طبعا عملية الذوبان لح تسرع أكثر وأكثر. وأيضا يا سنابل هناك أيضا أمر ثالث يؤثر على عملية الذوبان وهو الحرارة، ورح نعمل اختبار بسرعة يلي بيأكد لنا هذا الشيء. رح نوضع داخل هذه المادة
المذيبة بعض الملح ورح نعرضه للحرارة، والحرارة يا سنابل لح تسرع عملية الذوبان أكثر وأكثر، لأنه عملية التسخين إذن يا سنابل بتسرع عملية الذوبان. بسرعة ذاب الملح داخل الماء بفضل الحرارة. تعرفوا يا سنابل في آية كتير حلوة بالكتاب المقدس بسفر المزامير بتقول أحلى من العسل وقطر الشهاد. هون عم بيحكي كاتب المزامير عن كلام الرب، عن كلام الله يلي بيقلنا إنه كلمة الله هي أحلى شيء بهيدي الدنيا، وهيك نحنا لازم نخلي كلمة الله تدوب بحياتنا، لازم نشبع من كلمة الله بكل يوم ونتعلمها وندرسها. يا سنابل ما تنسوا إنه كلمة الله هي أحلى شيء بهيدا الدنيا، فاشبعوا منا دايما. أنا كتير انبسطت بهيدا اللقاء يا سنابل، وأنا وإنتو منرجع من المختبر منلتقي بحلقة مقبلة. إلى اللقاء.